خبير تي في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو براد رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجر خذ حسكة فيجاري أم دي بحثي يعني هندك شنوالت عبادتك أفدك رب العالمين أمر ما بهند تشتاكري وما بيجيري بيكر وأم وقت يعني ويتشتي تطبيق بكين وي أو تشتي خدي قوتي أم بكين كادي تشين وارد باشيل دف ما فايدا بن باقجي چنت يا باشا وأف باقجي يجب تشتيتن إش عبادتي تيتن وأف عبادتك ورب العالمين أمري مكري وكي أم قهداريا خديت كين ات أمرك إش أمري تويدا أف قهداريا ها يعني هند تشتيت باش يتفايدا بومد دنيا إجدا يعني بومد إينن أبدي بحسي تعاليمك كين أن تشتكي شيتكو إسلامتي أمري ما بكري بحسي باقش كرنا ددانا بجني سواك. طبعا سواك أفايا كم رف ددانا تخب باقش كت سواك نا بحسي داركية أو داركي قالك بجني داركي سواكي أو دار بجني أراك، بس سواك باقش كرنا دافية ددانا يعني هر جاركي مرف ددانا تخب باقش كت بجني سواك. في غنبر حديثة دي صلاة خد السرب من بري مادة تندي بجلي بصرمانة دافيد خبشون سواك بكاربينة حني حديث سواك بش لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ياديد بش عند كل وضوء هكر نزح مد بابو أمتا من بش أزدى أمر وانكم هر نفيجكي أوان سواك بكار إنابا حديث ديد بش هر دس نفيجكي وان سواك بكار إنابا يعني دافيد خوش اشتبا حديث ديد بغنبر بش أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد بشت أمري ما بسواكي هات كرني بطمع أمري أبك رب العالمين بشتي بسواكي بكاربينة ودانت خواه بشو بشت حتى أسترصم مقوتي دي دانت بكيفن يعني هنت ما دانت خواه تشيشتن حديثة دي بشت أمرت بسواكي حتى خشيت أن يكتب علي أمري ما هنت بسواكي هات كرني أسترصم مقوتي بجه ما فرز بتسارما بصرمان هامي لازم سواكي بكاربينة أشن دي ترصم حتى يادي تري بشت أمرت بسواكي حتى خفت على أسناني أمر من بسواك هاتي كرني حتى أس إشددان تخطر صام معنى الفيري أبا هند تعاليم في غنبالة بجمع صلاة خذ سربن وكعبادته وفي عبادته جي أم يعني وقت تكين بما خير بي شهد بطن خير دنياي ويا أخرتي أم دنياي دا كرسح سحكيني كأفي السواكي شو فايدتي دا هيا وأف سواكا بما شو تشتي الدف ما بهيدات كت شنك أم السر أجرى عبادتي تأخفين شنوارة عبادتي الدف مروفي تأثير عبادتي كا يعني حكر ما بيجيري بوان تشتاكر أو تكون رب العالمين أمر ما بكري بري خبدين چند فايدة ما ظنت تدا أفي عبادتي خودي ناكتن أو دي ببهر بتو محروم بتجوان نعمتا أو تكون مروفي تين سر شو تشتي سر في عبادتي طبعا بحسي دكتور بحسي سواكي تكن بشتن تأثيرات الجلكي ما ظنت هين ایک شوال بشتن خاصا اف دار که دار سواکی بشتن فایده که گله که مزنه تیده های اوی پیغمبری گله امری بسرمانات کرد اوی بشن بری فرچه و تشت نبین بسرمانا بوی سواکی دیدانه خواه پاقشت کرن ایک شوال بشتن ناهلت او بکتریا اوی دوی مروی دا چید بن که دیدانت مروی کرمید بتن ناهلن اف بکتریا اوانات کو جتن یادی تری ناهلت دوی دیدانت مروی کرمی ببن یادی تری يعني النشاط بو بدي امروفي تشيت دائما خين يا تيتي وخين يعني يا يا يعني بشكل كي طازا ويا دي تري حمايه تاوي تذكرني كو التهاب ناجرتن ويقلك يعني ماده طازا تيدا ويد بهم خوش كرني تيدا بو دافي امروفي يعني بهنا دافي تقهرتن افا سواكا بيغمبر بو مادة صلاة خد السربن يد بيشتي السواك مطهرة للفم مرضاة للربي قالي بالصرمانة سواكي بكاربينا باقش كرنا بو دافي وشتشتا رازي كرنا خدية اذا هكر ام افي سواكي بدرستاي بكاربين دي يعني راس رازي بنا رب العالمين دي ما بيدا بت افا بدرجة ايكي وام ديش برويش وكين يا دويش الدنيا ايدا يعني تدي ايه باراستيني دي دانتا دي ام باراستيني بدي باقجي بوتا دي تدش ايش ألم خلاص به يعني اسلام نعمتك خدائية بو دنياي وبو اخرتي هكرا مساحكين اسلامتي امري ما قالك سرششتين اتكتنو دستنفيجا وقرتين اتكتن ويلي حديثيت هين
حتى مذهب امام الشافعي دا خود جرازي بتن نزيكي يعني بترش بست نوعية سرششتنا ميتين يت سنة ويت فرض كأف سرششتنا شو تأثير الإنسان بتت أفا عبادته رب العالمين خيريد بما جنفستن بس سر هند جرا باق جيا دنيا يجي دي بدس خائخين دي ان بارستن شمي إشو ألما دست نویش چه مرو وید کتن؟ ام دست نویش چه وقت خواهد شوند؟ دست خواهد شوند؟ پیت خواهد شوند؟ سری خواهد مسحت کین؟ دائما اف جهت امت شون دست نویش دا رب العالمین امر مکری یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يعني رب العالمين امر مت کتن هکی هن راب نویش وانجها بشون خبر خب دینه ششتنا وانجها چند فایده دانه يعني علماء بيجن اوانكو توزد گرد وانجها هوا تيتي ميكروب تيني روجه پين جارا تو دست نویجه بگره معنوه تا چشي نوار نهن اندفخوا نهت قرجه نهت خوهي نهت ميكروبا و تو دي اي پارستني يعني يا ديار العالم دا سالي 3 مليون مروف اب ايشت قرجت مرن الدنيا دا 3 مليون مروف اب ايشت قرجه يعني اسلامتي پاکجی هن دانش مدای ام بین پاراستن اجوان چند وانتش ده همیه برای خب دی بریمه دای چی دای پاکجیه اگر ام صح کن یعنی دست نویج جدا بشتم آوید دوی خورده آف تیوردان و دوی خواه مروف آوید تیورده تن دی دوی مروویش ناف ده همی بلعیمت مروی دوی مروی دید پاراستن شوان میکروبا و دی درکوون و خاصتا مثلا بلعینن آن مثلا دوی مروویش ناف ده دا دانت مروی دین پاکش کرنه يعني اف دانا دول ان او جيرها يا زادي وتشتي ماي بي فهمي دي باقش بتن افهمي اسلامتي امر متيت اف شنوارد شنا يت عبادتنا ده في خواب بشو او ده في خوار ده يعني حتى علماء يعني افتكو رياضي دائما كو وجهي واني باقش بتو يا باش بتن يا جش بتن هم يختار بشتم افا افا تازي بشو نشاط دي ايتي عضلات تو دي خين ايتي ودي يعني جلك دي تازه هي بوتا شي بتن ودي نشاطك جلك مازن شي بتن واسلامتي افا ابو ما اف رياضها اف باقش ياها اف نشاطات كافتن ري انساني يا تشلي كري يا كري الدسنفيجي دا هر وصا مثلا دفنه وششتني دفنه خب درسته هي مروف آوه باوجته و تي وردتن و آوه با يعني باوجتن ده اف دفنه اتباراستني اشوان ايشا افت كوفي غاوي عالم غلق جي التنغاون يعني حتى جامعة مجموعة كدكتورة الجامعة اسكندرية اف اخفتنا كرغوتي باقش كرنا دفنه اش توزي اش ميكروبا وقت يعني مروف آوه تي وردتن مش مروف ده غلق اتباراستني اش غلق ايشا اف ايشتكو يعني مروف اتقرن هر وصا مثلا ميكروب چندويل دا لشه مروفي بلاوت بن ششتنا روية مروفي وجه مروفي دي ساعفا فايدا كي غالا كي مازن ادقهينة المروفي دس يا بيو ششتنا اوايا كو خاصة بحثت كن بشت وقتي مروف بتخات شوتن طبعا دستاو ششتنا او مروف برخينة بشتن هندي او قريجة و هرت شاكي هاي دي جي چتن بيو ششتنا او برخاندنا وانا بشتن يعني انسان شعورت كتن هدوء كا نفسي يعني الرحتة يعني بهن فراهيب و بيداد بتن اجبرشي بشتن فيجا اف تشتا تأثير لشي مرو بي هميت كتن بشتن حتى اف يعني دس نفيجا رب العالم دس نفيجا بيقرن هر وكي مرو في لشي خو هميت شوت وكي مرو في دس نفيجا تقرتن خاصة يعني بيا و دستا و آوي بوفي دوي خوا و بكيت دفنا خوا اي نشاط بو دورا خوي نتشت بتن لشي مرو بي هميا چنكي دستو بي و ري مرو بي اوه هميت ديرنش دلي كو دي دلك وخينت اينو تدبتن بكيم رو دست نفيجت قرتن نشاط بوانا هم يتشد بتن وخين خوش تيتن اتشدن حتى قلك يعني اف عالم خاصة يا اوروبي يه مشكلك قلك مظن وانا يا هاي چونك او ديري وان باق جيانن نا دست نفيجي ونا نفيجي وفجا اقلعي ببرت حتى بشد دست نفيجي يعني دست خب شد عن جاوت خب شد عن جارك دي شد جارك ناشد اوانا اغلبا ايشكا مظن بجنس سرطانا جلدي يعني اغلبا جي شوان مروفا سرطان جلدي علي عميج بسبب شي يعني دير نجوان باقجيا افيدكو اسلاماتي غوتين اف ايشت كوش بيساتي وقريجة تشيت بن بيش تصالي مليون مروف دنيا دا بيتمر واسلاماتي بما في يكري الدين يكري عبادات و ام بيجري بيتكين و ام تم پارستنه و سروه فقیریامه سروه نشهر زاییامه سروه کیماسیا دختور و درمانه
و ام هر صحتا ما يا خشترا ويا شيترا اشيا وانا ام بين سحكي النفيجي رب العالمين امر بام نفيجي تكتن و تبشت النفيجي وقت تتكي اب خشوع و تدبر نفيجي بك نفيش ستينا دينية نفيش قليلة بحشتية نفيش رب العالمين عصمونا يا فرسكري نفيش معراجك يا روجي بينجر من رب العالمين يتأخفة افانا همية افا بحسي بو اخرتا مروفي و دين مروفي ام سحكين فايده نفيجي وقت بخشوع امروف نفيجي بكتن كفايده الدنيا دا كتشيه فايده الدنيا دا قلك يمزنه قلك جرا وقت امرو برخط عالمكي قلك يمزن دكتوركي قلك يمزن انسانا قلك بيشكتي كلو افا چوا بيشكت اف مرو بهن داي شهر ازا و اف تشتيتن دا مزنت اينتن علماء ديفشون اللي تكن بشن هر مرو بكي يعني بفت شد بت خب يهينتن ويبلي او اف عالمتها جهشتني بوشي قوتي اوان عالما يا شياي هز رو بیر تخوا اتشین کم بکن سر نقطه کش نقطه هز رو بیر تخوا اتشین کم بکن سر نقطه کش وان نقطه توان دوین نویش وقتی مروفتی دار کتن پیغمبر حدیثی بیت صلافت خود سر بن مروف برا خواب دتن جهه سجیا خواه او عدی مروف انیا خواد داینتی دائما بلا برا تلویری بتن و نویشش دائما دلتا بلاش دنيا يفبتن دائما حاضبت نفيجي دا هزرت خواب كاتو الحضورة رب العالميني افين نفيجي بخشوع ابتدبر والشر مت رب العالميني دا يعني فين نفيجي وصب كاتو الحضورة رب العالميني هزر بيلة تكون بين هم مصر شتشتي سرفان اخفتنا افت اس نفيجي دا بيش روجة كي ودوا روجة دهجة يعني بينش نفيجي امتكين هف در ركاعتا اجبلي سنتا افا بس روجة دا صالة كي ودوا وسيا يعني انسان بصرمانت علمتن هزر بيلي تخو زهنا خو هم يكم كتسر نقطك واف مروفا دي بتن مروفا كي عبقري ويتي جاشتي چنك اف مروفا تجلى شهر ازا او نيت كل شين هزر بيلي تخو كم كنسر چتشتي سر نقطك حتى بجتن يعني اف اخفتنا هاد بجن حصر ملكة الذهن چكا سي بشي تن هزر بيلي تخو كم بكتن سر تشتكي اف مروفا دي بتن يعني عبقرية كي جلى كي مازن نفيش خشوعة تيدا وكي رب العالم بيش قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أوان خضان إيمانا إفلاح ديت أويت نفيج بخشوع عدكن معناه دي إفلاح الدنيا دابين أخرت دابين كرب قهداري رب العالمين كر ونفيج بخشوع كر ودي إفلاح الدنيا دابين أفا شنوارتنا شنوارت عبادتنا دل دف ما بيدا بتن يعني تو دي بإنسانك الزانة وتيجهشتي هكرتو نفيج بدرستهي بكي نفيش دي ريكا زانيني ريكا تيجهشتني ريكا علمي دي بايدا كتل دفتها كرهاتو تو بيجيريه اب نفيش وخشوع تدابكي يعني علماء تقالك مصن التاريخ الإسلامتي دا يتشيبين همية سرفيتشان دي المزقات يترابين قرآن خان دي عبادات التزامة بيكري وشنيكا بشيكا هي سرفي تربية يترابين بش تنجد بين عالم تقالك مصن كوفي قوفي عالم يعني هنديد بين نمونت وكوانانين وكي ابن سيناي ابن سينا يعني عالمك قالك ما ظن بهن دي انسانيته معلوماته خزانين وتشتهي ابي همي خان دبين ابن سينا خريجه مزقتي ايش مزقتي دركتي البن تربيته اسلامتي امام الرازي امام الرازي موسوعية حمي تشتهين هجدت مجلده تفسير قران يا شكري مفاتيح الغيب بنجي كتابه الطبي دا يا شكري شانت كتابة هندسة دا شكرين مؤرخ بي مفسر بي يعني فيلسوف بي فقيه بي همي هندي علم هاي حتى بحسي رازيت كن اذيكو خارجي يمزقاتي وش مزقاتي دا سبيكري وألف بيت خاندينو جزيا عما خاندي وتربية اسلامتي رابي ونفيجا وروجيا وعبادتي وسجدي وركوعي وانا همية بحسي امام رازيت كن بشت وقتي بريفات شو سيصد عالم القلبين هر عالمك يعني علمك هبي هر ايكي بسيار بخشيت كيلو جوابت هم يويدان يعني دكتور بي ومهندس بي ومفسر بي و اوه همي بي اوه همي نتيجة چه بي نتيجة وي بي گيري كرنه يا چه تشتي اوه كوي بعبادتي اف فايدة همي راضي و يتوكي راضي اب چه تشتي اب عبادتي اف تشتا اينا اذن هكر ام درستاهي عبادة رب العالمين سر ما فرس كري أم بكين دنيا مجد خجبة وأخرة مجد رب العالمين أو عبادتهن مظن يعني تيدا ديناي الروجية ده كان بنسح كين فايدة الروجية ده روجي بيغمبر حديثة بيت صلافة خد السربن أو كسي الروجية كاس ندبو خده بقرتن رب العالمين دي حفتي الصلاة وش أقري جهنم يديريخت فاوجا سه الروجية فرستو بقري پیغمبر حدیث بیت صلوات خود سربن ایک روجیا فرس عمدن تو بخه هندی دنیا هيا
تو تیدا عملیت تیدا به تو رژیا بگیره جهی به رژی نگیرد کتو بیشه همه از یعنی از دی او رژیا مچوی از دی رژیا خواه گرم و و از دیگه رژیا پیش و گرم بیشت و انسان دهر کله اوه رژی بو آخرت چند فایده رژی یعنی یت کمالاتیت هین اجتماعیت هین ام دی سحکی فایده رژی جنیان ما یا دنیای دا دی ما پارزتش گلک ایشا حتی يعني اف ايشش قلوية تشد بان بجنة تصلب الشرايين بجنة ضغط الدم بجنة يعني لك عندك ايش دي الدلينة روجي دي تبارزتن اجوان ايش اهمية يعني ام راست الروجي برب العالمين تقرين الروجي رب العالمين سر مفارس كري شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بس قل جرتنا في الروجي صحتك قلك يا مازن ام بخا بيداتكين يا دي تري ايش تخيني يعني او ايش تخيني تقرين يعني أفاجي بيشتن أمراض الدورة الدموية يعني أو إشتكو خين خوش نقيتو بيشتجي همي يعني قالك شواناي بروجي تشيد بن روماتيزم بروجي تشيد بتن وقالك يعني إشت دي تري موضوع قالك برفرها ويدريجة فايدة روجي كو سر صحة أمروفي هكذا مساحك هندك آدابا يعني بحس هندك آدابة إسلاماتيكين إسلاماتي هندك تشتد بيشت مروفي أفي هوبكي أفي هوبكي يعني نفرزة جي سنتك بس خيراوي قالك مظنة اسلامتي بجت ما وكيتو اوفي فتخو بجا بسم الله وبدست الراستي فخا وسيجار اجفخ يعني نا اجاري بسم الله هي ديكي دست الراستي وسيجارا دي اوفي فخو او امانتي اوفي وقت تتفيتو خلاصكي سيجاري خلاصكي بسم الله اف كلمة طبعا قالك يعني ديفتون السرجهات انكرني علماء في قوي يتسحت كني بيشتن اوف وكي مروفانا وكي حي وكي تشتكي بالرحة تأثير اللي بتن تو اخفتنا كالاو بيجي لو تر اللي تتشتر يعني فايدتي فايدة بتر اللي تتكو مروفاخوتن تو اخفتنا كالنخوش بيجي تيك تشتن يعني بيشتن اوف بيجن كائن حي وكي تشتكي بالرحة عندك مجموعة كعلماء بيشتر كامل دولتك جبينية غربي بشتن عالمك يقالك مظن هات طبعا نبس رمانة وبما بحثي آوه كيرو قوتي آوه يعني فايدتو هندايا وآف تأثير الآوه بتو وقت مرفجا الآوه باخفتن قوتي هاري كشما آمان اك داوه قوتي هاري كشوا هرن كاتشي آخفتن تخوش يتازه هنا الجل آوه باخفن وبما بين هاري كي إشارة جيب ليكر قوتي هاري كشو يعني كاتشي آخفتن هابي هاري كل ديف دين يخوال ديف تشتخا عالمك بسرمان جل قلبي قوتي أجل شو مجي بسم الله كير ومهندك آية الكرسي وقل هو الله قد من أبا بيبا خاندن وأسهاتم طبعا أبا يتكو إسلامتي بيجتما مبقى أبا بيبا خاندن ونابي يجي طبعا يسار نفسيا ومدان في عالمي قلت برن أبا ما همي برن مختبري وسحكري قلت يا من إينا قلت أباش هم يا باقش تربي بس كاتبون بيجتا شل فكرة قم قلت يا الله بسم الله يا كريم وقرآن بيبا خاندي طبعا أبا قلع عاجز من وقت مر بحث قرآن وإسلامت كتن چون کی وان نهت اسلامتی گفت گله عز بی گویی بوم راستی بیچه گم گویی ابداً اول دین ما قرآن پیدا خواندی گویی اول بوت آف و هر قرآن پیدا بخونه گویی اسرع میشوم او آورد جرکه دیم اینای اسرع میشوم نیاسین همی پیدا خواند و بسم الله و قل هو الله و چند یعنی افتشتت من شیعیت قرآن گم من همی و آف و خواندن و می اینا کرد دستی ویده اینا گوتوی بر مختبر و زفران گوتی والله آوا وکی وی پاقش و فایده مروف جیبه که توختی وخوتن وکی وینین اوه مسترین تشته پیغمبر صلافت خود سر بن ید بیجت ما آوه بسم الله سر بکه و بدست راست وخوه و سی جاراجی وخوه برا خوب ده فایده توی چندن فایده توی هندنه حتی بحثی عالمه که یابانت کن بشته اوی عالمی پنج مجلد کتاب یا سر آوی چیکری و یه لیگر های جی که چطشت پتری تأثیر الآوید که تو اختمر به سر باخفتن گوتی طبعا دیانتا یه سح کرنی و حتی نه دیانتا و آخفتن تیت خوش گوتی سح کری کلمه بسم الله تأثیر آوی السر آوی کو آوی گلک پاقجت کت میکروبا جت کجتن یعنی مرو فایدهش و آوید کتن کلمه بسم الله یل دی رزا ایک دینا گوتی اوش همیتش تا پتری تأثیر الآوید کتن برای خب دی آوه آدابه کش آدابه اسلامتیه
لشما حفته پنج صد آوه هکر ام پیش یعنی ام دیوان حدیث پیغمبری بچین صلوات خود سربن وکی ام آوه و تخون وکی ام زاده تخونم بسم الله یه بکین بزانه چند صحت و فایده دیب مشه بتن و اوش سنت اکش سنت پیغمبری صلوات خود سربن ام دی ایک آدیتی ری بیجین پیغمبر صلوات خود سربن بحثت کتن هکر هاتو تشویت مزگتی و پیراست باوشت مزگتی و وکی تو درکتی پیچه پی باوشه بسم الله یه بکن صلواتك بدا السر بيغمبري اللهم افتح لي أبواب رحمتك وبي خواهي الراس دي بافجة مزقتيبه افاش آدابانا يعني نمعنا هكر بي شابي هافت افا قنه كاروية خرابة يعني نا اش آدابانا قالك يا باشا مروف بي راس دي بافجة مزقتيبه يا رسول الله جبر چي قلتو چنكي مزقت جهكي باقجة يبجينا چتشتشوي باقش ترنينن بي راس دي هجي مزقتيبه نا بي شابي هجيه اش دربة كيم ترى باقش جاوش اش نافدا و بیشتختی توش مزگتی درد که ویجی پیچه پی با ویجه بلا هیش پی راسته یه پاقش یه بجین نوکی چه پیه بلا هر او جهه مزگتی در بلا هف پی راسته در که ویتن چکوش در و نه پاقشتره جور و جور و پاقشتره الویری پیغمبر وقت بید مصرافت خود سر بین پیغمبر وقتی بحثی جهه دست نویجید کتن انسان چه دست نویجه خواه خواش بکتن اپ عکس آوه چندید کتن بشت او جهه تو چه یعنی جهه توالیتی تو چه پی چه پی با ویجه جور و و یه راست دیو داشتن که باویجه و اکی تو درد که وی طبعا اویجی یعنی آداب خواهید هین بسم الله بری هش سه گاوه که مروف دیده بسم الله یکت اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث دیوی تشتی بیجتن و شنی که دی پی خواهی چپی هاویت جور و پشتی خلاص بیده پی راست هاویتش در و دی در که ویتن دکتور اکی بحثت که دی گوتی عالم اکی گل اکی مازن هات کت بوم بحث سکتا قلبی کر الدولت اکی جوان دولتت ما و دکتر هم نزانی که دینه وی چیه و کانه یعنی بومه ات آخوت مطلق بس بحث دکتری نیت کتن و که دلم رو وی رات وسط تو مروش پیر و بد و دی دکتری گفت ما هکر مروش پیر و بد تو دلم رو وی را وسطا تو دی شی ایگا و هاویجی آن تو دی گا و چپی هاویجی آن یا راستی هکر تا یا راست هاوی تو دی دو دف کوی یه سینگ و سینگ چی و هکر تو پی چپی باویجی تو دی پشت پشت کوی تو دی آخفتنایی بی دل هک را وسطا و تشپیر و بی تو دشی گاو که هاوی ایک گاو آن تو دی پیش پی هاوی جی آن دی راست هاوی جی یه راست تا هاوی تو دی سینگ و سینگ کهوی یه چپ تا هاوی تو دی پشت پشت کهوی برا خواب دی پیغمبری صلوات خود سر بن پیغمبر نه چه دکتور بی بس وحی بیش دف رب العالمینی و برا خواب دی پیغمبری چه آدابا نشمه ده تو چویت مزگت دا پی راست باوجه سبحان الله وسط چه بیمرو چود در مزگت دا دلیمرو وی را وسطا چی مرم بد آنج نساخی بد آداب اسلامتی گویی پی راست باوجه وقتی تو پی راست تاوجه تو دی دف و دف کفت مزگاته و تو دی بمهوان رب العالمینی و رحماوی دی بوته بتن و اکی موش مزگاته درد کفتن چه احتمالا و ایگا بی یعنی ایش رب العالمینی دام رو بیمون درگه مزگاته در راوستا اسلامتی آداب تو چید بیش بیش ما پیچه پی باوجه و اکی انسانی پیچه پی هاوید راستان دید پشت پشت جارکا دی کفت هر دی ایت چید مزگاته و شهر و هر چوت مزگتی و و شوی و جه هر هات من مزگتی و وکی بحثی جهی دست نویجه بد بشت وقتی تو چوی جهی دست نویجه پیچه پی باویجه انسان راوستا درگهی دا و دلی راوستا اسلام یعنی نشاده پیچه پی باویجه وقتی پیچه پی هاوی دی پشت پشت کهوت نا کهوت جهی پیساتی و وکی در کهوت جه در کتن جه یا گوتی اولی پی راست در بخه نه پیچه پی چونکه جهی يعني دست نویجه نه جهه که پاقشه پیچه پی پیله بلای راست زی در که بتن و که انسان رات وسطت جور وجه بتن پی راست با وجه تن هنگه ده دو دف که بتن ده جهه یعنی دست نویجه ده دیر که بتن اوه هنده آدابن اوه هکر هم یعنی گهداریا پیغمبری بکن صلافت خود سرم گهداریا اسلامتی بکن الدیوان شیرتا برا خب ده فایده دنیا ویت آخرتی ده بما پیدا بن امی ویش رب العالمین کن رب العالمين بري مبدا الركا ديني ما رب العالمين أفي ديني برسق ما بكتن فايدت وي الدنيا وي أخرت برسق ما هميا بكتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبير تي في